أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشر على بركة الله في النصف الثاني أو الأول من كتاب الله عز وجل، من أول سورة البقرة، بعد أن من الله علينا، والحمد لله الذي أنعم فأتم، أنعم علينا بختم النصف يعني الثاني من كتاب الله عز وجل، من أول سورة الكهف إلى سورة الناس. الآن نبتدئ على بركة الله من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، حتى تتم الختمة كاملة برواية الإمام قالون عن أبي رويد نافع المدني. أسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يجزي عنا مشايخنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يشغل حياتنا كلها مع كلام الله عز وجل، وأن يجعل حياتنا كلها مملوءة بكلام الله عز وجل، حتى نلقى الله وهو راض عنا سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. بعد الطاء بعدها اللام، الطاء مفخمة واللام مرققة، طاء الفخم الطاء ورقق اللام. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. هنا صراط الذين. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. تفخيم الطاء لأن من حروف الاستعلاء السبع خص ضعف القط، وترقيق لام اسم الذين اسم موصول لام مرققة. الذين صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم. وما في ألف من حرف مد فينطلق، وبالنسبة للثاني تمت حركتين قولا واحدا حي طهرة، كقوله ها يا حا يا طا طا حركتين. العين فيها الوجهين، قال الشاطبي ومد له عند الفواتح مشبعة، وإن طرأت وفي عين الوجهان والطول فضلا. العين فيها الوجهين، وكما قال الإمام الجمزوري كذلك، والعين ذو وجهين والطول أخص. إذن فالميم هنا تمد ست حركات كذلك، ما ثماش نبر، ما نأتيوش بالنبر في الميم، لأن الميم أكمل ما يكون فيها الغنة، هي الميم والنون. ولا جاء اهتزاز ما يكونش هنا، هو يكون النبر من الاهتزاز تبين الشد، هنا لا يكون لأن الغنة بين الشدة كما ينبغي. وفي الميم كذلك
بعض الناس يقول ألف لام ميم، معليش هذيك النبرة ذاك لا يجوز هنا. لماذا؟ لأن الميم أكمل ما يكون في الغنة 90 درجة. ألف لام ميم قولا واحدا، هذا هو عند أهل العلم، لأن الغنة أكمل ما يكون، ما يستحقش النبر باش يبين الشرع. نعيد ألف لام ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين، فيه هدى تفخيم الغنة موجود. قال الإمام السمنودي والغن والروم كالوصل ويتبع الألف ما قبله والغن بالعكس ألف، هذا الغنة تفخر مع حرف القاف، هذا قول مشهور عالمي. ثم من لا يقول به، لكل وجهة هو موليها، قال تعالى ولكل وجهة هو مولي، بل ينكر، ولكن لا يجوز الإنكار، ما تنكرش، لا ننكر على هذا. هذا قال لك لا يا سيدي مخرج الغنة يعني كذا أنها مستقر وكذا وكذا ولا تفخم ولا ترقق قول واحد، ولكن ثم من قال تفخم وترقق، لا ننكر على هذا ولا ننكر على هذا، وضع كلام. نحن عندنا شواهد في ذلك كما قال السمنودي والغنوا بالعكس أولف، قول معتمد ومعمول، قيل مشاهير القراء يعملون، وبحث عند مشاهير القراء وجدتهم يقولون به، وثم الذين أنكر فهو ربي يورينا الحق ويرزقنا اتباعه. إذن لا ننكر على هذا ولا هذا، هذا هو مطلوب. نعيد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نقول هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
يفرحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء ومن
فزادهم، دهم هذه غلطة، فزادهم فزادهم الله في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم، قيل لهم خلص الحركات، قيل لهم معناها كنوع من الإدغام، قيل لهم نعيد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما ما قبلها السفهاء ولا نعيد، وإذا قيل لهم آمن، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء، آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما مستهزئون، وإذا غلوا إلى شياطينهم قالوا
فالله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. التذكير ويمدهم هذا لفظ فيها الدل مضاعفة وقبلها مضمون حركتين فيها أد ويمد فوق بعيد. الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نأتي ببسط السكون أد نكتب لك دل فوقها السكون شقول أد ولا أد قبلها ضمة مد هكا ولا إذا ويمد وعندنا زوج دلالات لنا الدل الأولى هي مبسوطة ساكنة والثانية مأمومة ويمدهم هذا رفع لجلب التواتر إلى رسول الله تفضل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هنا البسط تاع السكون مش كما يظنون في النون يمنون بسط النون أكثر فيها الغنة بينما الدل أقل أد شوية اشتر كما أقول مفهوم 50% بسط ويمد هم شنو هو كالعادة ما ننكروش على اللي يقرأ شنو هكا فما شكون يقرأ في قراءة يقول ويمدهم قال علاش التكلف هذا فما شكون سمعناهم يقولوا ويمدهم قال لك تكلف هذا وصلتني عليهم معلومات أنا ما ننكرش شنو مطلوب ما نقعش في صراع ما نقعش صراع مع الناس نحن طلاب علم نبلغوا كما أخذ وما على الرسول إلا شنو هو هذه أمانة كما خذيناها نبلغها أنا خذيتها وخذيت أقوال هكا ولك رجحت خذيت هذا وهذا ورجحت أكثر العلم وأشكره هذا هو هم كلام ما ننكرش على غيري إذ يقرأ حاجة أخرى ويمدهم ما ننكرش عليه لأنه باش ما ندخلوش في صراع وما علاش هذا الصراع احنا هنا ولا تنازعوا ما تفشلوا تنازعوا من يعني الله يستهزئ بهم تفضل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
يبصرون لا يبصرون لا يبصرون مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الصواعق حذر
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا Oh,
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فلن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما رزقوا منها من لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أكيد حدثنا به كلام هذا كثير جدا كلما رزقوا رعيد كلما رزقوا منها كلما رزقوا كلما اتمام حركة اتمام شنو كم الحركة مش كا كا كلما ضم شفتيك كلما رزقوا نعيد كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا وأن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.